احمد الفي المتحدث الرسمي باسم التراس ديفلز، معروف النهارده كان في مسيره عاملينها النهارده من القائد ابراهيم للمحكمه عشان شهداء النادي الاهلي، ولكن في اخر لحظه عرفنا بالغاء المسيره. عايزين نعرف منك المسيره اولا كنتوا عاملينها ليه والالغاء تم ليه؟ والله يمكن اهداف المسيره برضو التاكيد على سرعه القصاص والقصاص العادل، وان سمعنا اخبار برضو ان المحاكمه احتمال تتنقل اسكندريه، فحبينا نقول للناس ان المحاكمه لو راحت اي حته احنا وراها، عاملين سبوت على القضيه، مش هنسيب حق اخواتنا حتى لو راحت المريخ احنا وراها. لغينا بقى يمكن في ظروف ضيقه قوي بعد خبر وفاه البابا شنوده، فمراعاه لشعور الناس كتير معانا في الجروب والمصر كلها، يعني احنا مش هينفع نبقى ماشيين في مسيره، ويعني حبينا نوصل لهم رساله ان مصر كلها واحد ومفيش حاجه هتفرقنا وكل ده تمام. بقى لنا فتره حاسين ان التراس ديفلز، وايت نايتس، التراس الاتحاد عاملين اشكال جميله في اسكندريه ومزينين وعاملين دخلات على الحيطه جرافيت اكثر من روعه، يعني عاملين حاجات يعني روعه. مره واحده فوجئنا النهارده او امبارح بالذات الاشكال تم علامات عليها سوداء او علامات خضراء. طب عايز اعرف منك الحكايه ماشيه ازاي؟ والله هو عادي، هو ثقافه الجرافيتي ده المفروض في الالتراس، يعني فاحنا كنا مفروض شوارع اسكندريه بنكتب عليها حاجات للشهداء والمجد للشهداء وصور الشهداء وحاجات للاهلي وللكيان اللي الناس ماتت عليه، بس واضح ان في ناس في اسكندريه ما عندهاش ما تعرفش يعني ايه ثقافه التراس صح، ناس اطفال صغيرين او كده وحصل مشاكل، ناس بتيجي تمسح، مع ان يعني الناس المفروض تكون فاهمه ان ده ضد العقليه خالص، واحنا مش فارقه معانا، المهم بس الناس دي تفهم وتبقى اكبر من كده، مش شغل تصرفات ناس صغيره، يعني ده اقدر اقل حاجه اقدر اقولها. يعني احمد في حد بعينه ولا تصرف فردي؟ والله حضرتك عارف يعني الجرافيتيات مشطوب عليها بالاخضر وجروب او مش عارف رابطه بقى ولا جروب التحداوي. المفروض الناس تقدر احنا رسمين حاجات للشهداء وحاجات للناس دي، والناس دي بتيجي تشطب عليها، بس ما مش تعليق، مش قصه تعب وقصه كده، قصه ان عقليتهم لازم تبقى اكبر من كده يعني، بس المشكله ان ناس سنها كبير بس عقليتها صغيره هي اللي بتعمل كده، يعني مش فارقه معانا، المهم احنا مكملين عشان القضيه الاساسيه، عشان حق اخواتنا. كنا حابين نخلي اسكندريه ننشر ثقافه الالتراس وننشر يعني صور الشهداء والكلام ده كله على الحوائط اسكندريه، بس عادي مش فارقه معانا، احنا مكملين زي ما احنا، مفيش اي مشكله وما بنكنش اي عداوه لاي حد، وحتى الناس اللي بتعمل كده يعني احنا مش حاطينهم في دماغنا لان هم ما يمثلوناش اي شيء. عايز اقول للناس احنا لسه حق اخواتنا مقصر فينا ولسه مكملين ورا حق اخواتنا، والناس اللي كانت بتمثل في انها مع جمهور الاهلي في حقه ابتدت تظهر على حقيقتها.